السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في بث مباشر جديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة ثورة 30/6 التي صححت الطريق في مصر وأزاحت حكم الإخوان. حاجات كتير هنتكلم فيها النهاردة، بداية من حرق المصحف الشريف القرآن في السويد ومسرحية فاغنر وفرنسا تحترق. كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة، وزيارة أيضا مودي رئيس وزراء الهند لمصر، هنحلل هذه الزيارة ومن نفع إن شاء الله لا يعود على مصر منها. كل الكلام ده هندور معاكو النهاردة عليه في طريق المعرفة. من أمريكا، قناة تهتم بالشأن الأمريكي والسياسة الدولية وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها مصر والأمة العربية. نبحث معا عن الحقيقة في طريق المعرفة. أهلا بكم. هنبدأ بالتأكيد من يعني الأفضل، أمش الأفضل، الأكثر أهمية فالأهم. حرق القرآن الكريم في السويد مش أول مرة بتحصل ولا آخر مرة هتحصل، وهي استفزازات بالتأكيد لقرابة المليارين من المسلمين النهاردة في العالم. في إحصائيات قالت أن أوروبا متخوفة جدا أن بحلول 2050 سوف تكون أغلبية المواطنين في أوروبا من المسلمين، وده التخوف اللي هم خايفين ان تكون هناك دول مسلمة بحلول هذا يعني التوقيت. فحنلاقي ان يعني هذه الحكومات تتشدق بالحرية وحرية الرأي وحرية التعبير، وفي ذات الوقت تطبق قوانين معاداة السامية. أليست معاداة السامية حرية رأي؟ يعني لو انا قلت انا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل الأراضين الحرة في فلسطين، في بعض الدول في أوروبا ممكن أدخل السجن. طيب لماذا لا تطبق حرية التعبير على هذه الأمور؟ أحدش بيرد على التساؤلات دي. أيضا هل حرية التعبير تسمح لك أنك أنت توجه خطاب الكراهية؟ خطاب الكراهية يعني القانون بيمنعه في كل دول العالم تقريبا، وهو الحد على الكراهية أو إثارة الفتن أو زعزعة الاستقرار في الدولة. ده بالتأكيد يعني ممكن يكتوي منه السويديين زي ما اكتوى قبل كده الدنماركيين، لما تفتكروا أما الدنمارك سمحت بنشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأعتقد أن لابد أن يكون هناك وقفة مع ما يحدث، لأن بالتأكيد هي استفزازات ومحاولة للي الذراع. ولكن مجمع العالمي الإسلامي العالمي اجتمع وبياخدوا تدابير شديدة من شأنها وقف تدنيس المصحف الشريف. وشوفنا الفيديو، أنا طبعا مش هعرض عليكم الفيديو إنه هو حيثير مشاعر الكثير من محاولة تقطيعه والوقوف على المصحف بجزمته، كل كلام اللي من شأنه إنه هو يثير مشاعرنا طبعا بالتأكيد مش هنزيعه. ولكن كيف سمحت السويد بهذه التظاهرة ومع حماية الشرطة، إنه معرفين كويس قوي إنه ممكن يتم الفتك بهم في هذا المعترك. سؤال بنوجهه إلى يعني العقلاء في الحكومات الأوروبية،
انتوا عايزين ايه؟ يعني إن عندما تستفز مشاعر ملياري مسلم متوقع يحصل ايه؟ بالتأكيد انا بدعو لمقاطعة كل ما هو سويدي، كل ما هو آتي من السويد لابد ان نقاطعه، واعتقد ان المقاطعة لعبت دور كبير في إذلال الدنمارك ومحاولاتها المستميتة لرأب الصدع وتصليح ما فعلته من قبل. فلابد أن نذيق السويد من نفس الكأس التي شربت منه الدنمارك. وأي أحد تسوي له نفسه أنه يعني يدنس أو يهين رمز من رموز الدينية، لما سألوا بابا الفاتيكان في موضوع رسوم الموسيقى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لو واحد يعني شتم أمي هضربه بالبوكس في وشه، ده اللي قاله بابا الفاتيكان، فما بالك باللي بيشتم يعني أو يسيء إلى رسولك اللي أنت بتحبه وبتكن له كل تقدير وكل حب، وليس أنا وأنت فقط، العالم كله بيكن الكثير من التقدير والاحترام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك الكثير من الكتاب الأوروبيين شهدوا بهذا الأمر، وهناك يعني الكتاب المشهور العظماء 100 وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلن يعني يمسنا من قريب ومن بعيد هذه الأفعال الصبيانية، ولكن هي محاولة يعني الاستهداف ومحاولة يعني النيل مننا في رموزنا الدينية. ده فيما يتعلق بموضوع حرق الموز. طيب في احتفال 30/6 هتخليه في الاخر، وهنسمع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قالها بمناسبة 30/6. مسرحية فاجنر ليه بقول عليها مسرحية؟ وطبعا كتير جدا قال لك ان هذا الطرح غير حقيقي، ولكن مين هو يعني يوفيجني بريجينوف اللي هو يافيجني بروجيني اسمه صعب شوي، ده ملياردير روسي حقق ثروة ضخمة جدا من المطاعم في روسيا الاتحادية، و يعني حقق أموال طائلة، بل قيل عنه في وقت يعني طويل أنه طباخ الرئيس، وعلاقته بالرئيس بوتين علاقة جيدة جدا، وهو ملياردير روسي يعني يمتلك يعني عشرات المليارات من الدولارات. الكريملين في روسيا أما حس أنه هو يريد أن يكون في هناك أعمال عسكرية لا يعني توجه أصابع الاتهام إلى روسيا فيها، أو إذا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أو من الجرائم التي ممكن أن تعود على روسيا بالعقوبات، قالوا أن هيتم تشكيل جيش خاص اللي هو جيش فاجنر، وهم مش أول ناس عملوا الكلام ده، اللي عملوا الكلام ده الأمريكان، يعني هم أنشأوا جيش خاص اللي هو بلاك ووتر، وكمان رجب طيب أردوغان عنده جيش اسمه جيش سادات، برضو جيش قطاع خاص. الدول بتلجأ إلى هذه الحيلة حتى تحقق مكاسب عسكرية على الأرض، ولكن لا توجه إليها أي من أصابع الاتهام. فمن أنشأ فاجنر روسيا، صدر بقانون من الكريملين، وبالتأكيد يعني في بداية التمويل كان الملياردير الروسي يوفيجيني بروجوجيني اللي هو صاحب فاجنر هو اللي مولها. وفاجنر مش موجودة بس يعني في حرب أوكرانيا، لا ده فاجنر موجودة في ليبيا، موجودة في مالي، موجودة في وسط أفريقيا، موجودة في السودان لحماية يعني مناجم الذهب لصالح حميتي قائد الدعم السريع، موجودة في أكثر من ملف، وبالتأكيد بتحقق مصالح روسيا في هذه الملفات. فعندما يعني نرى انقلاب من فاجنر على بوتين، هو ده المسرحية. ليه؟ الموضوع بدأ في يوم 10
يوم 10 هخلص الديالوج حبيبتي السياسي وبعدين اندهلك. اوكي جاست ويت. يوم 10 وزير الدفاع الروسي اللي هو سيرجي شيوغو بدا يستهدف هذه الميليشيات، مش بس فاغنر، الميليشيات ايضا من الشيشان ومن اكثر من 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 ميليشيا بتساعد الجيش الروسي. قال لابد ان هم يوقعوا عقود مع الجيش الروسي، وبيستهدف فاغنر بالتاكيد. بل كانت هناك هجمات من الجيش الروسي على قوات فاغنر الموجوده في العمليات العسكريه في اوكرانيا، وده بالتاكيد سبب نوع من يعني المشكله الكبيره جدا ما بين يافجيني وما بين وزير الدفاع شيوغو. بل وجه له الكثير من الانتقادات، بل الشتائم والسب ايضا. فالموضوع كان المقصود منه اضعاف وزير الدفاع الروسي. شيوغو له شعبيه كبيره جدا في روسيا، وهو ليس عسكري هو مدني، فبالتاكيد بوتين يريد ان يقلص من دور شيوغو. فاعتقد ان هذه المسرحيه ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد. واحد، اطلاع الشعب الروسي ان يعني وزير الدفاع وقائد الجيش الروسي يعني لم يكونوا على قدر المسؤوليه وارتكبوا اخطاء، وده تسبب في يعني الثوره العارمه لفاغنر ودخوله الى الاراضي الروسيه والوصول الى تقريبا 200 كيلو متر من موسكو. طيب ليه بقول لك يوم 10؟ يوم 10 اللي هو موضوع العقود. يوم 15 رفض فاغنر هذا الامر وقال له مش هنمضي عقود، بل يعني بدا يحشد في قواته تسليح والذخائر وكلام ده كله عشان يعمل الاستعراض العسكري اللي هو عمله للاطاحه بوزير الدفاع. يوم 15/6 امريكا عرفت بهذا الامر، وده اللي طلعت بيه تقارير صحفيه، قالت ان رئيس المخابرات الامريكيه ويليام بيرنز كان في زياره سريه لاوكرانيا قبل الانقلاب. الانقلاب حصل يوم 23. امريكا عرفت يوم 15 ان هناك حركه انقلابيه او ثوره او غضب من فاغنر. كمان وزير الدفاع كان عاوز ياخد قرار بحل فاغنر بدايه من 1/7، وده اللي خلى الموضوع تصارع لفاغنر ان هم يبداوا يعملوا هذه المظاهره. ليه بقول لك مظاهره؟ لم يتم اطلاق الرصاص على الجنود الروس، لم يتم التعامل مع الجيش الروسي معاهم، دمشوا حوالي 700 كيلو متر جوه روسيا يعني خلال اليوم اللي بدات فيه العمليات وانتهت، ما حدش اعترضهم. وزير الدفاع حاول ان هو يعمل يعني غاره بطيارات هليكوبتر، وبالفعل تم اسقاط طائره من طائرات الهليكوبتر اللي هي كانت بتحاول قصف قافله فاغنر. كان في قافلتين رايحين، واحده الى موسكو واحده الى مدينه روسيه تسيطر عليها الان فاغنر. طيب ايه اللي خلاهم يعني المدافع والدبابات اللي راحت حاطين الغطاء على فهوات المدافع، يعني مش هيتم استخدام هذه المدافع، ويعني لم يتم اعتراضهم ولا طلقة رصاص يعني حي ما بينهم وبينهم، ولم يقتل جندي واحد روسي. في بداية الموقف حصلت حرب التصريحات ما بين يعني رئيس فاغنر وما بين الرئيس الروسي، ده اللي أكد لي انها مسرحية، ان هو قال عليهم خونة. فرد عليه رئيس فاغنر يافجيني، قال اليوم سوف يكون هناك رئيس جديد الى روسيا، معناه ان هو هيعمل انقلاب وهيطيح وبتراجع عن الموضوع ده على طول بعديها، ما فيش بساعات وتغير الموقف تماما. طيب فين النهارده يافجيني فريجنين اللي هو قائد فاغنر؟ موجود في بيلاروسيا. طب موجود في بيلاروسيا ليه؟ لماذا لم يتم القبض عليه لو هناك انقلاب والفتك به من جانب بوتين؟ اللي بوتين محتاجه، وفاغنر لن يتم تفكيكها، وفاغنر لا زالت موجوده وسوف يتم استخدامها افضل استخدام في الفتره القادمه. المكاسب السياسيه اضعاف وزير الدفاع
أمام الشعب الروسي، أيضا يعني إعطاء زي إشارة الخطر للشعب الروسي، لابد الالتفاف ورقيته حتى نمر من هذه الأزمة، وحتى لا يكون هناك أمور تعكر الصفو ما بين مقاتلين روس لم يعترف بهم بوتين ولا مرة رسميا، يعني قال هم مواطنين روس ولكن لا يمثل الدولة الروسية، ولكن بالتأكيد هم بيحققوا مصالح الدولة الروسية والكريملين والرئيس بوتين، فهم دورهم كبير جدا في المنطقة. بعض الناس قالوا ان ان ان, إن فاغنر هتروح الى اوكرانيا، هتروح الى بيلاروسيا عشان تبقى قريبة من كييف لاقتحام كييف الفترة القادمة. امريكا دورها ايه؟ بعض الناس قالوا امريكا دعمت الموقف، وبعض الناس قالوا ان بعض التقارير الصحفية قالت ان امريكا دفعت 6.2 مليار لفاغنر ولم يتم شيء، لم يتم الاطاحة بوتين ولم يتم يعني اضعاف الجبهة الداخلية الروسية، لان الموضوع بدأ وانتهى في 24 ساعة. لو كان هذا انقلابا لم يكن ابدا ينتهي في هذا الوقت. لو هذا انقلاب لكانت يعني سحقت القوات الروسية والجيش الروسي 25,000 اللي هم موجودين دول، كانوا تم سحقهم وتم يعني الإطاحة بهذا الانقلاب يعني بقسوة حتى لا يكونوا عبرة لمن لا يعتبر يعني، ولكن ده اللي بيأكد لي انها المسرحية. امريكا قالت احنا ملناش اي علاقة بهذا الموضوع، بل ويليام بيرنز نصح زيلينسكي في هذه الزيارة اللي قابل فيها زيلينسكي شخصيا، نصحه بألا يتم تصعيد العمليات العسكرية وقت هذا الانقلاب حتى لا يكون هناك أي دور لأوكرانيا أو الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية في دعم هذا الانقلاب. فهي بالتأكيد مسرحية وفقا وجهة نظري الشخصية يعني، وسوف يستفيد منها بوتين أفضل استفادة في الفترة القادمة، وأعتقد أن يعني عادة نوع من الثقة من الشعب الروسي في بوتين وتجديد الثقة فيه مرة أخرى يعني. دي مسرحية فاغنر. ماذا يحدث في فرنسا؟ وهل الموضوع هو فعلا مقتل الشاب نائل الفرنسي الفقير الذي يعمل في عمل بسيط توصيل الطلبات ويقيم في منطقة فقيرة في فرنسا وهو من أصول جزائرية، البعض قال جزائرية والبعض قال جزائرية ومغربية؟ هل ما يحدث الآن هو فقط يعني موضوع نائل؟ بالتأكيد لا. نائل جزء من كل 2022 حوالي 40 حادثة استهداف من الشرطة الفرنسية لأقليات أغلبهم من العرب وذوي البشرة السوداء. هناك عنصرية كبيرة جدا في يعني الشرطة الفرنسية. تم تعديل قواعد الاشتباك في الشرطة الفرنسية قبل 3 أعوام، وسمح بحمل الأسلحة لشرطة المرور، يعني دول مرور، وبعدين اللي موجودين في الصورة دول 2 كونستابل يعني على الموتوسيكلات. فوجود هذا السلاح المتقدم اللي هو تقريبا يعني زي الرشاش الآلي الصغير مع يعني ضباط مرور أمر مستهجن وفقا للتقارير اللي طلعت، وأغلب الصحف الأوروبية قالوا إن نائل ارتكب مخالفة مرورية، يعني مشي من ممر بيمشي فيه فقط العربيات الخدمة العامة يعني الأوتوبيسات في فرنسا، فالمرور استوقف. لكن الاستيقاف هنا كان في منتهى العنف، يعني بعض الشهود قالوا ان الضابط الاولاني كان فيه 2 ضباط يعني من ضباط المرور وجه له السلاح من خلال النافذه على يعني هو كان سايق من باب السواق من عند نائل، والتاني كان موجود من بره من البرافريز، فقال له وقف العربيه وقال له هضرب لك طلقه في دماغك. يعني اما ضابط مرور بيوقفك في اي حته في الدنيا بيقول لك الاول الجريمه اللي انت ارتكبتها او المخالفه اللي انت ارتكبتها، وبيطلب منك أوراقك الثبوتية يعني رخصة القيادة ترخيص السيارة عشان يتأكد أن العربية سليمة والرخصة سليمة وأنت معك رخصة قيادة، وبعد كده يبدأ في تحرير المخالفة المرورية. لكن يقف
ويقول لك يعني وقف العربيه اطفيها دلوقتي والا هتاخد طلقه في دماغك. وبعد كده الولد اللي كان موجود اما البوليس مسكه، ولد اللي كان جنب نائل، وفي واحد تاني هرب. اللي مسكوه الهرب ده قال في تقارير صحفي، قال ان الضابط اللي هو كان عند الشباك قال للضابط التاني اضربه طلقه في دماغه. يعني انا استفهم حاجه، هل ده يستصاغ في اي دوله من دول العالم الثالث او من جمهوريات الموز مش فرنسا الدوله الاوروبيه المتقدمه؟ فبالتاكيد هناك حاله من الحنق من الاقليات الموجوده في فرنسا، على راسهم الجزائريين والمغاربه والعرب عموما، وبعض الفرنساويين ايضا شاركوا في هذه المظاهرات اللي بدا من يوم الثلاث لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي انا بكلمكم المظاهرات شغاله. الجيش الفرنسي حشد 45,000 جندي من الشرطه الفرنسيه للنزول الى الشوارع. ده معناته ان الموضوع في منتهى الخطوره في فرنسا. هل في حاجات اخرى بتتم في النص؟ طبعا. يعني في معارضه فرنسيه بسبب موضوع قرار محاوله رفع سن المعاش ل 64 من 62. ايضا اصحاب السترات الصفراء اكيد موجودين في هذا المعترك. اكيد طبعا يعني الجماعات الاجراميه والجماعات الضغط على الحكومه الفرنسيه هتشارك في هذه المظاهرات بالتاكيد. ولكن هذا النوع من المظاهرات هو النوع الخطير جدا. ليه؟ ان قالك نسبة الاعمار المشاركة في هذه المظاهرات من 12 ل 18 سنة. وفقا للقانون في اوروبا وفي امريكا وفي اغلب دول العالم لغاية سن 18 سنة اسمه طفل. فلا يجوز التعامل معه بالعنف، لا يجوز استخدام الهروات، لا يجوز استخدام الغاز المسيل للدموع، لا يجوز استخدام الرصاص المطاطي. ده كل الكلام ده كله طبعا بيشكل مشكلة كبيرة جدا في هذه المظاهرات. طبعا اللي زود الموضوع واشعله اكتر هو يعني في جنازة نائل كان فيها عدد ضخم جدا طبعا في تشييع هذا الشاب يعني رحمة الله عليه. حالة من الحنق والغضب الغير طبيعي في فرنسا. هل في مساعدات من مخابرات دول؟ بالتأكيد. يعني هناك علاقات غير جيدة بين امريكا وبين فرنسا. طب ما امريكا قبل كده ثبت انها دعمت اصحاب السترات الصفراء، طب وايه اللي يمنع انها تدعم ايضا هذا الحراك؟ ممكن مش دعم المباشر، ممكن دعم لوجستي، ممكن دعم معلوماتي، ممكن فلوس لبعض يعني الرؤوس والمؤثرين، ممكن. ولكن بالتاكيد ما يحدث في فرنسا يعني بيتخطى رد الفعل. يعني الفعل اللي موجود بالتاكيد فعل سيء جدا، ولابد ان يكون له رد فعل مضاد، ولكن ما يحدث الان اكتر بكتير جدا من الفعل. فده بيشير بالتاكيد انه ممكن يكون في اكتر من دعم من يعني من الخارج. وبرضه المظاهرات انتشرت في كذا دوله في اوروبا، في بروكسل وطبعا دلوقتي يعني 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 هي بيسموها ايه يعني كل من له شيء ضد الشرطه هيخرج في بلده ويعمل مظاهرات ضد الشرطه مبنية على هذا الموقف الذي حدث في فرنسا. طبعا رحمة الله على نائل، يعني حدث بالتأكيد جريمة ولابد من محاسبة يعني مرتكبها. الشرطة الفرنسية أصدرت قرار مايع مبني على ستيتمنت اللي قدمه ضابط الشرطة الفرنسي الذي أعتقد لابد من توجيه له تهمة القتل العمد وليس القتل الخطأ فيما حدث في هذا الأمر. طيب دي فرنسا. زيارة رئيس الوزراء مودي الهندي لمصر. هذه زيارة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ مصر لها علاقات جيدة بالهند، وزادت هذه العلاقات يعني في العام الماضي، وأصبح حجم التعامل في مصر مع الهند السنة اللي فاتت 6 مليار دولار. أعتقد أن السنة دي بهذه الاتفاقات الجديدة ممكن يتعدى الرقم إلى 20 مليار دولار. واهم من زياده حجم الميزان التجاري بيننا وبين الهند القرار اعتماد الجنيه المصري في البنك المركزي الهندي. ده معناته ان مصر ممكن تتعامل بالجنيه المصري وتتعامل بالروبيه الهنديه في تعاملاتها التجاريه. مصر بتستورد يعني جزء غير بسيط من الهند وبتستورده كانت بالدولار، النهارده لا ممكن تستورده بالروبيه
الهندية. ده هيفرق كتير جدا، ان هيريح بعض الشيء الضغط على الحكومة المصرية لتدبير العملة الأجنبية من الدولار للتصدير. فهذه زيارة مهمة جدا. مصر بدأت تعمل اتفاقيات تصنيع طيارة مقاتلة مصرية هندية. أيضا هناك محطة نووية سلمية هتقوم بها الهند وتعملها في مصر، يعني بالتكنولوجيا والخبرات الهندية. هناك مشروعات كثيرة جدا في محور قناة السويس بتحاول أنها تدخل فيها الهند، وأيضا روسيا، وأيضا دول كثيرة بتتبارى على هذا المحور التجاري المهم جدا في المنطقة، وهو محور قناة السويس. برضو على ذكر قناة السويس، قناة السويس حققت يعني أعلى عائدات لها في تاريخها، 9.6 مليار دولار، اللي قالوا قبل كده عليها القناة السويس الجديدة ترعة وتحويلة وكانش لها قيمة ومدفن شم وثمان أيام عشان يفتح القناة، كل الكلام الأهطل ده. النهاردة قناة السويس بتثبت أنه كلام يعني ليس له قيمة، وأن القيمة الحقيقية النهاردة هي عائدات القناة وتطوير القناة ويعني إعطاء الحرية لهيئة قناة السويس أن تقيم الكثير من المشروعات في محيطها، تخدم قناة السويس وتخدم أيضا يعني زيادة عائدات الهيئة ككل. فتأكيد صرح كبير جدا، وسعداء جدا إحنا نسمع هذه الأرقام. 30/6، وده المحور الأخير نحن هنتكلم فيه، هي ثورة تصحيح المسار. يعني مصر كانت رايحة إلى المجهول، ومصر كانت يعني بتعد أن تكون يعني مرتع إلى الإرهاب والجماعات الإرهابية. محمد مرسي أفرج عن 525 من المجرمين الخطرين اللي كانوا بيقضوا عقوبات في السجن في مصر من الجماعات الإرهابية، أصدر لهم عفو رئاسي وأخلى سبيلهم. وتفتكروا معايا أما عمل المؤتمر بتاعه اللي عمله في استاد القاهرة اللي قيل عليه مؤتمر الإرهاب، واللي حضر فيه قتلة السادات رحمة الله عليه، وكانت في احتفالات أكتوبر في هذا الوقت. يعني مصر يعني جماعة الإخوان الشياطين بعتوا جهاز من الأجهزة اللي بتصدر بطاقات الرقم القومي إلى حماس. كانت الحدود المصرية منتهكة من جهة الشرق من حماس يعني والإرهابيين اللي قدموا من الشرق، ومن الغرب الحدود مع ليبيا ودخول العربات رباعية الدفع اللي قوات الجيش المصري وقوات حرس الحدود دمروا 10,000 عربية دفع رباعي على مدار 6 سنوات. كانت حدودنا منتهكة، كانت سيادتنا منتهكة، كان المفترض أن يتم إعلان سيناء أول دولة إسلامية لداعش. حلف اليمين يعني بايع محمد مرسي أيمن الظواهري، وفي تسجيل بهذا الأمر تم وضعه في القضايا التي كان يحاكم فيها محمد مرسي، ومنها التجسس ومنها يعني التعامل مع الجماعات الإرهابية. يعني بايع أيمن الظواهري أمينا للمؤمنين، رئيس مصر يبايع إرهابي من القاعدة. كان لابد من 30/6، وهي بالتأكيد لم تكن وليدة اللحظة أو وليدة الصدفة، دي كانت نتاج يعني حركة تمرد اللي تعدت 20 مليون استمارة من استمارات تمرد، والتفويض الأول والتفويض الثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في هذا الوقت لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات لحماية مصر. مصر كانت بتضيع في الوقت ده، فأعتقد أن يعني هي كانت ثورة تغيير المسار. هو اليوم المهم بالتأكيد ما كانش 30/6 قد ما هو كان 3/7، وهو إعلان خريطة الطريق. ويعني ولو الناس تفتكر أن بعد ثورة 30/6
تم تعيين رئيس محكمة الدستورية العليا السيد عدلي منصور رئيسا لمصر لمدة عام، سنة كاملة لغاية ما تم الإعداد للانتخابات، والشعب المصري يعني بمطلب شعبي رشح نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بشعبية عارمة. الأوراق موجودة والأرقام موجودة، الأرقام ما بتكذبش. فده اللي حصل في 30/6 اللي أنا بقول عليها دايما ثورة تصحيح المسار، وهذه الخارطة يعني الطريق التي بالتأكيد أنقذت مصر من الدخول إلى المجهول. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة يعني ذكرى 30/6، وطبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأعياد، ويعني يعني حاجات كتير كنت عايز أتكلم معاكم فيها، ولكن مش عاوزين نستغرق كل الوقت في يعني الديالوج. فهنشوف معاكم، بس قبل ما نشوف معاكم النهاردة كان ليا لقاء مع نصير العمري في روسيا اليوم، اسأل أكتر، فأوريكم أجزاء كده من اللقاء بسرعة. كنا بنتكلم على الرئيس بايدن والرئيس ترامب وما فعله بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية. كان يعني شاركني في المناظرة الدكتور نصير العمري، راجل محترم طبعا، ولكن هو بيدافع الديمقراطيين باستماتة، ولكن كان الرد مناسب. هنشوف مع بعض جزء كده من اللي احنا قلناه النهاردة. الصوت مش موجود. طيب لا مش مشكلة بقى، خشوا على روسيا اليوم هتلاقوا الحلقة بتاعت النهاردة اسأل اكتر، لان الواضح ان الصوت مش هيبقى مظبوط. طيب احنا خدنا مقر تاني هنا في سيراكيوز، المقر ده يعني بإذن واحد احد هيبدأ التجهيز له يعني الاسبوع اللي جاي بعد اجازة 4th of July، وان شاء الله هيبقى يعني مقر ل تلفزيون وإذاعة من أمريكا إن شاء الله. بإذن واحد أحد هيبدأ التجهيز الفعلي على الأرض، وإن شاء الله هنقول لكم اللي بيحصل برضو كده وهو بيحصل. طيب مفيش داعي بقى نزيح حاجة دلوقتي عشان الصوت مش هيبقى مظبوط، فناخد أسئلتكم الجميلة. الأول إيه، نسلم على أصدقائنا الموجودين، كل سنة وانتم طيبين وحشتوني، ربنا يبارك في عمركم. تمام، ونشوف هنا بقى ايه علوش بعت لنا ايه. صديقي العزيز علوش، علوش حاطط صورة جديدة عامل فيها الغطرة والعجال ومشخص والمزراب. اهلا وسهلا. طيب بعت لنا جرام مزيزي، كانت كتبت حاجة عن فرنسا. طيب نكتب هنا جرام مزيزي. ادي جرام مزيزي صديقتي العزيزة بعتلنا، بتقول ايه صديقتنا العزيزة جرام مزيزي؟ بتقول لنا دكتور ماك فعلا حادث سيء، حادث مؤسف في فرنسا. هل تعتقد المظاهرات العنيفة من الوافدين والمهاجرين في فرنسا تدفع فرنسا الدول الأوروبية لخطوة الهجرة غير الشرعية، خطورة الهجرة غير الشرعية، وتستمع لسيسي تقوم بدورها من ناحية اللاجئين؟ هم أغلب الموجودين هجرة شرعية، يعني أغلب الموجودين في هذه المظاهرات موجودين من الفرنساويين من أصول يعني عربية أو أجنبية عن فرنسا. جرام مزيزي أهلا وسهلا. ملك أستاذ يا ربنا يخليك يا حبيبتي، الغيبة طالت فعلا. كان عندنا كذا زيارة الفترة اللي فاتت دي، فكان البيت لا يمكن أبدا البث المباشر في ظل وجود 7-8 أطفال بيجروا في وقت واحد وصريخ وحاجات غريبة، فكانش ينفع أبدا يكون فيها هوا يعني. طيب اهلا وسهلا بيك. معانا تاني
علوش بيقول لي علوش بيكلم على القناة الإسرائيلية بيقول لي دكتور القناة الإسرائيلية لها كام يوم مش بنستضيفك، معقولة أودي كوهين زعل؟ هو الراجل يعني معايا بيحسس على الكلام أوي اللي هو بيقوله، أنا عارف هيحصل فيه إيه، ولكن يعني في حاجات انا بعتذر عنها. يعني برضو اللي قلت لك الدوشه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، هم كلموني اكتر من مره الاسبوعين اللي فاتوا دول، فان شاء الله لما يبقى في حاجه تاني هنقول لكم. طيب اول ده صديقنا الاثيوبي دايما يخش يكتب لنا المقاله بتاعته. أثيوبيا تعلن خزان، نعلن خزان الماء الرابع سد النهضة الأثيوبي مياه الأمطار الغزيرة، مياه الأمطار الغزيرة، مياه الأمطار الغزيرة، مياه الأمطار. يا ابني ما كذا مرة تحيا أثيوبيا. طيب يا أخويا ماشي، أهلا وسهلا بيك. أول صديقنا الأثيوبي وفاء، أهلا وسهلا دكتورة وفاء، بيكلمنا من الفيسبوك. دكتورة وفاء علي أهلا وسهلا بيكي، بتقول لنا احسنت واصبت استاذنا الفاضل الخلوق، اتشرف دوما بالمتابعه حضرتك، ربنا يبارك في عمرك. فانا اشكرك دكتوره وفاء علي، يعني من الدكاتره المحترمين جدا في السياسه والاقتصاد في مصر، ربنا يبارك فيك. فانا اشكرك. جاني تعليقات كتير الفتره اللي فاتت، ويعني يعني انا والله انا لا يعني ما بكرهش الجزائريين ولا الجزائر خالص، ده غير حقيقي، وهذا الاحساس احساس خاطئ. انا كل اللي بعترض عليه سياسات يعني جنرالات يعني فرنسا اللي بيحكموا الجزائر، اللي هم جزائريين بيميلوا بالولاء الى يدينوا بالولاء الى قصر الاليزيه والرئيس الفرنسي، ولكن الشعب الجزائري شعب طيب، شعبه فوق راسي من فوق. يعني انا بحب اخواتنا الجزائريين، وبحب طبعا ثقافتهم الجميله وثقافتهم الامازيغيه وكرمهم وجدعنتهم، كل الكلام ده كله بالتاكيد يعني بنؤكد عليه، لكن احنا بنعترض على يعني ما يحدث في داخل الجزائري، خاصه ان هناك صراع داخلي النهارده على السلطه ما بين الرئيس تبون وشنقريح. انا بقول عليه بين قريحه لكن هو اسمه شنقريحة طبعا، يعني قائد الجيش. فهناك بالتأكيد يعني الكثير من يعني اللغط، وممكن يكون في يعني قريب العاجل انقلاب عسكري ضد تبون. وبرضو يعني عندما تنشر يعني جنرالات الجزائر أو جنرالات فرنسا الذي يحكموا الجزائر ينشروا مسيرات على الحدود المغربية، يعني أنت ليه تستفز المغرب؟ ليه تستفز المملكة المغربية وانت تعرف انك لو انت دخلت في صراع عسكري معهم هتخسر؟ فانا بقول لاخواتنا الجزائريين اللي بيعتبوا عليا، والله انا لا اكن للجزائر الا كل حب وكل تقدير وكل احترام لهذا الشعب الجميل الطيب العربي، وما ننساش ابدا دورهم معانا في يعني حرب 73، ودورهم معانا في وضع اصلاح الجو الجزائري تحت امر يعني الجيش المصري. كل دي مواقف طبعا لا ننساها ابدا، ولا ننسى ابدا عندما سال الدم الجزائري مع الدم المصري على اراضي سيناء يعني. ولكن نحن نتحدث عما يحدث من قله تحكم الجزائر. فارجو يعني اصدقائنا الجزائريين ما يزعلوش ان انا لا استهدف ابدا الجزائر كدوله وشعب. طيب أول دكتور ماك اتصل على المباشر لو سمحت، الموضوع سد النهضة الأثيوبي. طيب أهلا وسهلا يا أول، بعت لي طيب أنت موجود على مش عارف البيزنس مش شغال ليه عندي، حصل فيه دربكة. طيب عندك ماسنجر يا أول؟ لو عندك ماسنجر والله ما عنديش مشكلة. طب أقول لك حاجة، ابعت لعمك علوش تمام، قائد قوات المخابرات البث تمام، ابعت له بياناتك تمام وكل حاجة عنك، وبعدين هو هيسمحك يعني هل ينفع ما ينفعش ندخلك وكده. البث اللي جاي نكون جاهزين نحطك معانا على ماسنجر ونسمع انت عايز تقول ايه.
هنا الاثنين يا أبو. الدكتور محمد الألفي صديقي العزيز، الدكتور محمد الألفي أستاذ الاقتصاد السياسي المقيم في باريس فرنسا، أهلا وسهلا بك يا جميل، ربنا يبارك لي في عمرك يا حبيبي، أشكرك وكل سنة وانت طيب يا حبيبي، إن شاء الله دايما نسمع عنك كل خير. طيب احنا بقى ناخد من الآخر كده عشان ايه. في خبر طريف جدا بعته لنا مراسلنا في اليوتيوب دكتور صبري عزب، صرح مسؤول كبير لدى الخارجيه الاثيوبيه بوساطه لانهاء الحرب الروسيه. حلو 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 قوي والله. كان نفع نفسه، كان عمل وساطه مع تجراي الاول. اهلا وسهلا دكتور صبري العزب حبيبي. طيب استاذ محمد عرفه، هو حقيقه دكتور عبد الناصر كان عضو في تنظيم الاخوان ايام الملكيه، وكان اسمه الار الحرقي زكلول عبد القادر قبل ما يسب. لا هو عبد الناصر لعب على كل الحبال، هو كان عاوز يعني اللي يدعمه عشان يقوم بالحركه بتاعته، يعني حركه الضباط الاحرار، يعني ممكن تتحالف مع الشيطان مش بس مع يعني الاخوان، تمام. وبعد ما يعني نجحت الحركه وتمت يعني ثوره 23 يوليو، اول من اطاح بهم من عبد الناصر، انت فاكر يعني خطاب المنشيه ومحاوله الاغتيال واللي في خضمها تم الفتك بهم وتم اعدام البنا، يعني فهو فعلا كان موجود في الجماعه ولكن لغرض انجاح العمليه العسكرية للضباط الأحرار. طيب يوميات أنا وابني موحى، أهلا أهلا، إزيك يا حنان؟ دكتور ماك، هل يوجد انهيار للدولار أمام العملة الجديدة؟ لا ما فيش انهيار للدولار. بص يعني بص أقول لك حاجة، اللي يقول لك الدولار هينهار يبقى يعني هو عاوز ده يحصل، هو نفسه ده يحصل، لكن لن ينهار الدولار. كل اللي بيحصل ارجعي كده لسنة 1969 لما طلع شارل دي جول الرئيس الفرنسي واتكلم على بقى ان الذهب والدولار وان امريكا بتتحكم في العالم والكلام ده كله، وكان في وقتها لسه يعني اتفاقيه برايتون وود موجوده اللي الغاها في 1974 نيكسون، وفي ظل هذا الموضوع ده بدايه الخلاف الامريكي الفرنسي، ان احساس يعني فرنسا ان الولايات المتحده الامريكيه بتتلاعب بالعمله عمله الدولار وقت ما كان حتى بيغطيها الذهب، يعني كان 34 دولار وقت الذهب. فبعد ما الغى بقى يعني 1974 اتفاقيه برايتون واصبح الدولار لا يعني يغطي غطاء ذهبي ويحدد قيمته قوه الولايات المتحده الامريكيه السياسيه والعسكريه والاقتصاديه، وبعدين الولايات المتحده الامريكيه مستدينه من العالم كله في مبلغ كبير جدا بس بايه؟ بالدولار، وهي تستطيع ان تطبع كيفما تشاء وقتما تشاء وتدفع الناس فلوس، وهو ده اللي سبب يعني مشاكل الاقتصاد العالمي النهارده، ان الولايات المتحده الامريكيه طبعت كميه كبيره من الدولارات بسبب كورونا وبسبب الاقتصاد يعني، ومع ذلك وفقا لاي اتفاقيه اي نظريه اقتصاديه اما دوله بتطبع عمله العمله تنهار، لا الدولار بيطلع، يعني الدولار النهارده 1.8 اليورو 1.8 دولار، بعد ما كان 1.30 دولار، النهارده الجنيه الاسترليني 1.27، بعد ما كان 2 دولار تقريبا ونزل 1.8 واستقر على 1.6 فتره طويله، النهارده نزل 1.26 مع وجود يعني التضخم في الولايات المتحده الامريكيه، ولذلك العمله الامريكيه بتطلع. فالعمله الامريكيه طلعت وده من الين الياباني، النهارده الين الياباني 140 قصاد الدولار، كان وصل يعني الين الياباني يعني كان حقق مكاسب امام الدولار، ولكن رجع الدولار خد كل المكاسب تاني ورجع الين الياباني انخفض امام الدولار. فالدولار له نظريه لوحده
يعني لا يتأثر بنظرات الاقتصاد اللي احنا درسناها وقريناها والناس كلها تتعامل بيها. فلن ينهار الدولار من الآخر كده بقولها لك يعني. طيب طيب ناخد بقى من الآخر من هنا. أستاذ عادل جلال بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا لماذا لم ينظم الأزهر الجهات الدينية في السعودية وغيرها في السويد وشرح الدين الإسلامي للغرب فرصة ذهبية لذلك؟ هما يعني الفكرة مش إن أنت تشرح معالم الدين. النهاردة يعني بيخافوا جدا من إن هما يخشوا في نقاش، لأن هما عارفين نهاية النقاش هيبقى لصالح الدين الإسلامي. وفي علماء كتير يعني بعد ما تبحروا عشان يدوروا على ما يسيء إلى الإسلام انتهوا إلى أن يحسنوا إليه. فهو يعني الفكرة مش إنها فرصة، الفكرة إن لابد أن يعرف هؤلاء في الغرب إن هذه الغطرسة هتعود عليهم بالضرر. فعندما تقاطع الدول التي يعني تنتهج هذا السلوك الشائن هيفكروا قبل كده 100 مرة قبل ما يدوا تصريح لإقامة يعني مثل هذه التظاهرات. فأنت ما انتش محتاج انك انت تعمل دعاية للدين، لأن يعني بأمانة شديدة اللي بيحتك بالدين بيكون عقيدة وبيكون وجهة نظر في نسبة كبيرة بتكون في صالح الإسلام وبيسلم، نسبة كبيرة بيحصل كده. عايز أنصحكم تشربوا مية كتير، دي تقريبا 3 لتر مية تقريبا بشرب منها يمكن 2.5 أو 3 في اليوم. على قد ما تقدروا تشربوا مية، هيبقى مش لطيف وهتخش الحمام كتير، ولكن بأمانة شديدة المية فعلا مفيدة جدا لجسمك، فعلى قد ما تقدر تشرب. أستاذ مجاهد أهلا وسهلا. أستاذ مجيد أهلا وسهلا. مجيد يحيى عساك الله بالخير سيدنا الفاضل، عساك الله من العواد والعيد، ومبروك لك، ربنا بارك في عمرك، قرب افتتاح قناة، ربنا بارك لي في عمرك حبيبي، أشكرك. جزار الخرفان بيقول أول ولع النور، ولو صحيح ما عندكش كهرباء في أرنوبيا اللي هي أثيوبيا. طيب مفيش داعي نعيبهم بفقرهم، ما ذنبهمش حاجة، هم محكومين من هذا الديكتاتوريا. علي العالمي اهلا وسهلا. الدولار طالع لان امريكا رفعت سعر الفايده وسحبت الاموال الساخنه من الدول لان اقتصادها بيصبح اكثر امانا. ده جزء من يعني من ادوات امريكا في الضغط، ولكن ما يحدد قيمه الدولار هو قوه الولايات المتحده الامريكيه السياسيه والاقتصاديه والعسكريه من الاخر. محمد عرفه اهلا يا محمد، بيقول لنا ما فيش تنديب بتعامل الشرطة الفرنسية مع متظاهرين وعن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. حضرتك ما حضرتش بداية الحلقة، بداية الحلقة أكلمنا في الموضوع ده، طبعا نددنا بكل اللي بيحصل وقلنا حرية التعبير إيه وحرية فكر إيه، وهم بيسجنوا اللي بيتكلم في حق يعني السامية واللي بينكر الهولوكوست بيخش السجن، يبقى ما هي حرية التعبير في هذا يعني. في بداية الحلقة هتلاقيها محمد عارف. صباح الفل حبيبي، أهلا بيك. يوميات أم سجى أهلا وسهلا، كل سنة حضرتك طيب، رؤسك يا ربنا يخليك يا حبيبتي، شكرا. كل دي قارورة ما يسر الحياة ولكن كائن حقيقي، ربنا يخليك والله. بس اللذيذ فيها تمام يعني إن هي فيها يعني
الخرطوم ده والماسوره دي لغايه الاخر، فما انتش محتاجه ترفعيها لفوق عشان تشربي، بس بشفط يطلع ميه زي نظريه الابار. ميه تروي العطشان، جميله، ربنا يحافظ لنا عليها يا رب. اهلا يا امل. امل بتقول لنا يا رب يحفظ بلدي واهلها ورئيسها وجيشها وشرطتها ومن يتربصون بها من الخونه. لا، ما انت المفروض تعملي اشاره وتقولي ويحرق من يتربصوا بها من الخونه. بتقولي يحفظ، يعني بلدي ماشي جميله واهلها ماشي جميله، تمام، لكن انت لازم تحطي فاصل يا امل، وبعدين تلعني سلسفين الباقي. نجيب امل تاني. يعني انت كاتبه امل ايه؟ كاتبه ربنا يحفظ بلدي ومصر واهلها ورئيسها وجيشها وشرطتها. حلو قوي. ممن يتربصون بها، لا انت كاتبه ممن، صح، لا يبقى كلامك صح يا امل، انا اللي غلطان، صح. ممن يتربصون بها من الخونه، اهلا وسهلا. طيب احمد، لا ده اول، ده اللي هو بتاعنا صديقنا الاثيوبي. احط لك عنايه الاثنين يا اول، حاضر. اثيوبيا دال الخزان الرابع لسد النهضه الاثيوبي، من مياه الامتار الغزيره، من مياه الامتار الغزيره، من مياه الامتار الغزيره، من السماء والارض تحيا اثيوبيا. في امطار بتيجي من الارض يا ابن العبيطه، في امطار بتيجي من الارض يا دي النيله. انا اللي قلت احترمتك وبقولت احط لك البتاع على الشاشه، لا هو عليكم. طيب طيب كده احنا، محمد خلوصي، اهلا يا محمد، تحياتي يا دكتور، كل عام وانت بخير. مجرد رأي على ما اعتقد مسألة حرق المصحف مسألة مخابراتية لإنهاء على أشياء أخرى، ممكن، وارد جدا طبعا أن يكون في تدخلات في هذا الأمر واختراقات يعني لهذه الجمعيات المتطرفة يعني. طيب خلاص يا اول، قلت لك مع محمد علوش هيفتشك، وبعد ما يفتشك يطلع لي تقرير نشوف هندخلك ولا لا، وبعدين نظبط لك بقى حاجه. طيب ام مساجه كاتبه لنا حاجه، كاتبه لنا بيشوف المسلمين والاسلام كتير بيغيروا ينكدوا علينا، ربنا نكد عليهم ويولع فيهم ان شاء الله. طبعا اثاروا مشاعر كتير من الناس والمصريين المسلمين في العالم كله، كتاب ربنا محفوظ من السنين، وبيتعرض لمده اجزاء، وربنا كبير وغضب ربنا في الحال، ربنا يولع فيهم ان شاء الله. شكرا. دي حنان بتقول كلمنا عن مودي، مودي كان مبسوط قوي في مصر وجلس اسبوع يتفسح في كل مصر، تمام. امنيات ام ساجة، ربنا يبارك في عمرك، بتفكرنا ان احنا نصلي على رسولنا، على رسول الله عليه الصلاه والسلام، صدق الله العظيم، تمام. من ثاني، طيب تاني كده خلصنا. انا بسعد بوجودي معاكم دايما، وان شاء الله نلتقي بكم قريبا ان شاء الله، يمكن قبل ما ننقل كمان باذن الله نعمل حلقه او حلقتين، لان النقل هياخد وقت طبعا وتجهيز. طيب لغايه ما اشوفكم باذن واحد احد في الحلقه القادمه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا رب احرس مصر واحميها وقوي شعبنا ان هو يتحمل هذه الازمه الاقتصاديه الطاحنه. الشعب الطيب الجميل المصري يستاهل كل خير، وان شاء الله ربنا هيفرجها علينا وعليكم باذن واحد احد. يا رب احرس دولنا العربية، يا رب احمينا وسدد خطانا، واحمي ملوكنا ورؤسائنا، واهديهم إلى ما هو الصواب لشعبه. إن أنا ألقاكم في حلقة القادمة، أنا بحبكم في الله، تصبحوا على خير. برنامج طريق المعرفة من إنتاج قناة من أمريكا، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الآتية. للأسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة mac@minamerica.com.